انا زوجة طاهرة رشيد ملقب باسيرو اللي تم الاعتقال ديالو نهار الاثنين في القهوة ديال المحطة الطرقية ديال السطات. منين تم القبض عليه جابو عندي هنا للدار، جو مع الشرطة القضائية جات هنايا للدار 14 واحد شي دخلوا كيقلبوا في بيت النعاس على شي بي سي اللي يكون عندك شي دعم خارجي بي سي بحال هكا. قلبوا تحت الناموسية، قلبوا الماريو ما لقاو فيه حتى شي حاجة ومشي. منين مشيت عندهم انايا لا بي جي كنسول على زعما مشى راجلي، وهذا قال لك بانه كي هنا العالم الوطني وراجلي عمرو ما كان ضد العالم الوطني، ما عندوش معاه مشكله بالمره وعندو متابعه جمعيه ديال شباب الملكي. هادشي اللي قالوا لي في الكوميساريه، ما بقاوش عطوني راس الخيط. كندفع ليه الماكله، كنجي اليوم فاش مشينا للمحكمه الابتدائيه اليوم كان عنده التقديم، مشينا دارت لي بعدا واحد المنظمة الدولية للحقوق الدفاع عن الحقوق والحريات هي اللي وكلت لي المحامي، واحد السيدة الرئيسة ديالها في يمكن على ما أظن في ميريكان هي اللي اتصلت بيا قالت لي المحامي أنا اللي غنوكلو لك، وكلت لي المحامي. جا المحامي من كازا اللي سمية ديالو محمد بوصوفة، صيفت اليوم السيد معاه من المكتب، المحامي معاه من المكتب هو اللي السيد رشيد شي حاجة ما عقلش على السمية ديالو بالضبط. منين طالع على الدوسي قال لك عنده جي مقدمين معاه ثلاثه سيديات، هاد السيديات من سولت على هاد السيديات شنو فيهم، جايبين لي ثلاثه الفيديوهات، واحد ديال شهر 9 وواحد شهر 10 وعلى ما اظن قال لك واحد جديد. انا هادي مده راجلي ما دار اللايفات، مده ما دار اللايفات، قال لك كاين متابعينو جمعيه الشباب الملكي واهانه العالم الوطني واهانه القضاة، بان هو كيقول بان راه ما كاينش القضاة، ما كاينش زعما ما كاينش القضاة كيحكموا داكشي في التليفون. انا هادشي ما عمري سمعت راجلي قال. منين تسنيناهم غادي باش غادي، قال لي المحامي راه غادي يطلع الجلسه، راه داز عند قاضي التحقيق، طلب التمس ليه القاضي بان يكون عنده سراح مؤقت، ما قبلوش ليه، رفضوه ليه يعني بكفاله ويخرج سراح مؤقت على ما يتابع في حاله سراح مؤقت يحضر الجلسات، على ما رفضوه قالوا ليه لا. قال لي راه غادي يطلع الجلسه بقاي هنايا، انا غادي نمشي هذا بقاي هنا تنشوفوا الجلسه شنو غيديروا. منين بقات النيابه العامه المدوله في النيابه العامه رفضوا ليه سراح مؤقت وعطاوه جلسه. دابا تم الاعتقال ديالو صيفطوه للسجن ديالنا هنايا العين، وقال لك محدوا لي الجلسه غدا ان شاء الله. كيفاش الحاله الاجتماعيه ديالها؟ الحاله الاجتماعيه خويا جد فقيره، هو اصلا مريض، هذه دار العمليه جوج عمليات هو كيديرهم، دار العملية الأولى في 2015 والعملية الثانية دارها في 2017، ما خدام ما لا غالب غير هكا كيهبط المحطة كيدبروا عليه صحابو الشيافر حيت هو كان شيفور، صحابو الشيافر هذا اللي كل واحد باش كيعاونو باللي قسم الله، حيت مابقاش عندهم مبوش اللي عرق في رجلو ما كيقدرش يخدم، الطبيب منع عليه أنه يخدم، فهو الخدمة ديالو شيفور يعني ديما في السخونية حدا الموتور ديما السخونية، الطبيب منع عليه أنه يكون حدا السخونية وهذا ما خدام ما والو. كيفاش هو كيفاش عايشين معاه كيفاش من حيث زعما يعني يعني كزوج وفي نفس الوقت، ولا دابا من الناس اللي كيديروا الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ عادي، واحد الانسان طيب اللي في قلبه على نسالو، ما كيبغي الخير لكاع الناس. وعلاش كيدوي علاش كيدوي على هادشي، علاش كيدوي على في اللايفات، حيت كيبقاو فيه الناس المقهورين ولا الشعب فحاله، هادشي اللي كيخلي انه يدوي، كيبقاو فيه ولاد الشعب اللي فحالو كيشوف راسو انه هو فقير، ما عندوش اللي الدار عنده مشكل مع البنكة الكريدي، منين المرض ما بقاش كيخلصها، حاس بالمعاناه. هادشي علاش كيدوي، قالك انا ما باغي، انا كندوي باغي حقي في الطبيب، باغي حقي وليداتي في التعليم، هادشي علاش انا كنهضر. منين كيمشي للسبيطار كيعطيو الرونديفو بالعام بالعامين، قالك انا بغيت انايا من نمشي عند الطبيب هذيك الساعه يدخلني يشوف رجلي، رجلو دايزا حشاك بالقيح، ملي كيمشي عند الطبيب كيعطي رونديفو عام. اي مؤخرا مشينا عند الطبيب رجلو ما كينعش، كيبات الليل كامل، كينعس في الليل كامل ساعه واحده، كينعش كتبات تعطي عرفتي شنو هي 132 غرزه في رجلك، يعني راه واحد الالم اللي عجيب، كتبات رجلو دايزا بالقيح، كيبات عاطيه صداع ملي كينعس هذيك الساعه واحده. كاين سيد منيرفي معصب ما خدامش، ما لاقي جهد لوليداتو، باغين وباغين ما لاقي لهم جهد،
هذاك العصا بحال كيفرغوا في هاد اللايفات، كيقول داكشي اللي كيحس بيه، كيحس بداكشي بان المعاناه راه حتى هو كيعاني، راه حتى ولاد الشعب كيعاني باغي يحارب هادشي. ولكن ما واش ملي كيدير دوك الفيديوهات كيكون يعني في الحاله ديالو الطبيعيه، حيت كيقولوا بانه ربما يكون يعني مدمن على شي حاجه او لا كذا، يعني تتحاولي تقربي منه. كيكون معصب لدرجه انا كتعرف انت النعاس الا ما نعستيش راه كتعرف الدور ديال النعاس. واحد الانسان ما كينعسش، كنقول لك كينعس ساعه واحده، ساعه واحده اللي كينعس في الليل، وهذيك الساعه كينعس هكا بحال انا جالسه معاك، كينعس جالس، كيجي على الجنب ديال ناموسيا كينعس جالس، ما كيقدرش حيت عنده المشكل ديال الدوره الدمويه وبوشي ليه العروق، الا تكا كيطلع عليه ما كيلقاش الدم فين كيلعب ما كينعش، كيضطر انه كيجي للجنب ديال ناموسيا وكيجلس، كيجلس كينعس جالس، كيدير مخدمه هكا ومخدمه هكا كينعس جالس. وانسان مين كينعس جالس هذيك الساعه كيبغيتي الا غدا انه غادي يصبح، هو ما عنده كيكمل كار، الله يعفو على الجميع. كي بغيتي هاد الانسان غادي يكون هو ما ناعش ما مرتاحش يوميا، ماشي على نهار واحد، ماشي عام على قدو، او لا راه من كنقول لك من 2017 هو انسان ما كينعش، كي بغيتي غادي يهضر وكي بغيتي غادي. كيقولوا بان ربما شاكين بانه كيتلقى دعم خارجي من شي جهه او لا، كاين حتى شي حاجه من هادشي. راه بنادم راه كما الفقل مول الكاسكيت، الفقل البصير ما عندوش الدعم الخارجي، عند الله سبحانه وتعالى الدعم ديالو هو الله سبحانه وتعالى. كان عنده الدعم الخارجي هادشي غير هضره، غير كيقولوا كيلفقوا واحد التهمه باش خاصهم منين يشدوا الواحد راه حكا عنده الدعم الخارجي، ما عنده حتى شي حاجه من هادشي، كاينه حتى شي حاجه خويا. والدليل انهم جاو قلبوا الى لقاو شي وراق ديال ويسترن يونيون او ديال هادي، ما عندنا شي حد كيدعموه كيصيفط، ما لقاو حتى شي حاجه، ما داو معاه حتى شي حاجه، هادشي غير كذوب في كذوب في كذوب. شنو هي العلاقه ديالو بمولكاسيت؟ لان شفنا بزاف ديال الصور بانه كي يعني وقف الاحتجاجيه. نعم. وكاي ولاد كيجيو الدراري من كازا، كيجيو من قنيطره، كيجيو من الرباط، حتى هو انه في هذا الميدان ديال النضال حتى هو كيدير وقفات، ولا سيما انه ولد مدينته ولد سطات، يعني ما يمكنش غادي يتخلى عليه. علاقته انه كيشوف هكا في اللايفات الفيسبوك، كتعرف الدراري مع بعضياتهم، هذه هي العلاقه ديالهم، زعما ما عندهمش شي علاقه انهم كيجلسوا مع بعضياتهم اولا كيتعرفوا على بعضياتهم نهائيا. العلاقات انه في الميدان، ملي كيهبطوا الميدان كيهبطوا جميع. وكنت شد كاع من راجلي كان كيساندهم في الوقفات مع مول الكاسكيطه، كون منين تشد راجلي دابا كان مول الكاسكيطه خارج، كان مول الكاسكيطه غيدير نفس الدور، هما الدراري كيجيو من كازا كيوقي يدير وقفات احتجاجيه حتى هو كيمشي معاهم. شنو تبغي تقولي للجمعيه ديال الشباب الملكي اللي داروا بهذا الشكل؟ كنبغي نقول نوصل لهم واحد الرساله، كنبغي نقول لهم هاد الجمعيه ديال الشباب الملكي علاش كتمشيو على ولاد الشعب؟ علاش بالضبط كتمشيو لولاد الشعب؟ انه اللي قال شي كلمه في ولاد الشعب كتمشيو له، علاش اللي ما تابعوش هذوك اللي نعتوهم بالقطيع، اللي نعتوهم بالمضويخ، اللي نعتوهم غيعاودوا لهم التربيه، وبزاف 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 هذوك اللي كنعرفهم انا يا قلبهم إيه على ولاد الشعب، يوقفوا معاهم في هذا الشيء، اللي نعتوهم بهاد الصفات انهم حتى هما يوقفوا معاهم ينوضوا يقولوا علاش احنا غادي نحاربوا غير ولاد الشعب اللي كيحاربوا الفساد ويحاربوا، لا غنحاربوا هادو اللي كينعتوا ولاد الشعب، كينعتوهم بالقطيع وينعتوهم بالمضاويخ وينعتوهم بغيعاودوا لهم التربيه. هذه هي اللي هاد الرساله كنوجهها، خصهم ينوضوا لهاد المسؤولين الكبار اللي كينعتوا هادشي، خصهم حتى هما باش نعرفوا بان هاد جمعيه الشباب الملكي يعني راه ماشي غير ضد ولاد الشعب، راه مع ولاد الشعب، الى هضرت الى 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 وقفت مع ولاد الشعب وحاربت هادو اللي كيقولوا في ولاد الشعب هكا، غنعرفوهم راه معانا. يعني لا ناض شي واحد وتابع شي واحد غنقولوا ايه راه صافي، يعني هادو راه مع المغاربه كاملين، اللي نعتهم بشي نعت خايب راه معاه، ماشي يعرف ولاد الشعب. شنو هي الرساله ديالك الاخيره؟ الرساله ديالي الاخيره كنطلب من الله يطلق سراح راجلي حتى يخرج لوليداته، انا ما بغيت حتى عجب بغيت، حيت راجلي ما دارش شي حاجه خير، حيت راجلي دوى على كلمه الحق ووقف مع يعني قال واحد الكلمه انه بقاو فيه خوت ورياثه، على اللي طلبوا ما طلبوش شي حاجه كثيره كما كنقولوا حنا، نطلبوا شي حاجه كثيره، طلبوا انهم تكون عندهم سبيطار، تكون عندهم جامعه، حتى هما بغاو يقريو وليداتهم، حتى هما مشاو غرقوا بالسنين ديال الحبس، هو غرق حتى راجلي، يعني هو كان واقف معاهم هو غرق، يعني راجلي راه ماشي انفصالي، وراجلي ماشي باغي الفتنه في البلاد، وراجلي ماشي ضد البلاد وماشي ضد الراي ديال البلاد، راجلي كيحب بلاده وباغي البلاد تزيد القدام، راجلي منفصالي ما ارهابي ما نهب الثروات ديال البلاد، ما واخد فلوس حتى شي واحد،
راجلي كان باغي غير حقه في العيش الكريم، وكان باغي غير حتى هو حقه في الصحه وحقه في التطبيب، هادشي اللي كان باغي راجلي لا غير. كنطلب من الله يطلق السراح راجلي.